تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية، يعني استقبلنا اليوم شباب الجزائر العايشين في الجالية الجزائرية اللي عايشة في الخارج، وهم كلهم إطارات. هذا شرف لنا أن نستقبل أبناء الجزائر حتى يكون اتصال مع أبناء الوطن الأم. وهذه يعني ثاني مرة، كانت العام الماضي بمناسبة الألعاب البحر الأبيض المتوسط، هذه ثاني مرة بمناسبة الألعاب العربية، وإن شاء الله راح يكونوا حاضرين معنا غدا في حفل الافتتاح، وعندهم برنامج تاري. كذلك راح نستقبل في المخيمات الصيفية إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة أكثر من 900 طفل لاكتشاف عدة مناطق من المناطق الساحلية في الجزائر. إن شاء الله هذا باش يكون التواصل أكثر، وتكون يعني سنة حميدة لتواصل الشباب الجزائري اللي عايش في المهجر وشباب تاعنا اللي عايش هنا. جزائر تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.